اهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم وفيديو ديال اليوم اللي غادي نخصصو لاستبعاد ياسين بونو من دائرة اللاعبين اللي ترشحوا لنيل الكرة الذهبية الإفريقية. للأسف الشديد حاجة يعني انا شخصيا ألمتني وما تقبلتهاش، لان ياسين بونو لاعب كبير، لاعب يعني اللي عنده عدة انجازات سواء مع المنتخب الوطني المغربي سواء مع الفريق السابق ديالو إشبيلية. على مستوى الفريق ديال الوطني المغربي كتعرفوا كان عنده الفضل الكبير مع عبد الله سبحانه وتعالى في تأهل المغرب الى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز ديالو المغرب على اسبانيا بالضربات الترجيحيه، واللي كان ياسين بونو يعني احسن لاعب في هذيك المقابله، في ديك المباراه كان هو احسن لاعب وتصدى الاهداف ضربات الجزاء الترجيحيه ديال الفريق الاسباني، وكان هو يعني احسن لاعب في المقابله. فياسين بونو لاعب كبير ولاعب اننا كمغاربه كنا كنرشحوه حنايا باش ياخد يعني لهاد الكره الذهبيه الافريقيه، لكن للاسف الشديد تفاجئنا باستبعاده كليا وتماما من هاد الجائزه هذه، وترشح فيها اشرف حكيمي وكذلك اللاعب الجزائري رياض محرز واللاعب المصري محمد صلاح، بالاضافه الى اللاعب النيجيري فيكتور اوسيمين. هادو هما اللاعبين اللي كيتبارزوا الان، كيتباراو على شكون فيهم، واحد فيهم هو اللي غادي ياخذ الكره الذهبيه. ف عدم حضور في الحفل ديال محمد صلاح المصري، عدم حضوره للحفل كيقولوا يعني المتتبعين طبيعة الحال كيقولوا بان عدم الحضور ديالو بانه ساق الخبر وعرف من الكواليس بانه هو ما غاديش ياخذ الكره الذهبيه، هذا هو باش ما حضرش في الوقت اللي وصفوه عدد كبير من انه المتعجرف والمتكبر عن على العرب وعن الافريقيه والى اخره، كل واحد وكيفاش كيوصفوا، حتى المصريين انه هم هاجموه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. على كل حال هو لا يهمنا في شيء، حنا ما يهمنا في الامر ان استبعاد ياسين بونو للاسف الشديد اللي عنده انجاز كبير مع الفريق الوطني وكذلك مع اشبيليا، وتستبعد يعني شيء يعني ضرنا في خاطرنا بزاف، وشفنا بانه ما يستحقش انه يستبعد بهذا الشكل. فكنتمنى ان شاء الله ان النتيجه والتصويت النهائي يصب في مصلحة أشرف حكيمي، كنتمنى له. أشرف حكيمي اللي كذلك هو عنصر من العناصر المهمة والأساسية في الفريق الوطني المغربي، وكان حتى هو يعني أحد الأعمدة اللي هي أحد الأعمدة الأساسية في ضمن المنتخب الوطني المغربي، ولا يشق له غبار طبيعة الحال، احنا كاملين يعني مع جميع العناصر ديال المغرب، وكذلك احرازه مع باريس سان جيرمان على البطوله الفرنسيه. اذا احنا اللي كنتمناو ان الحظ يكون ان شاء الله لصالح اشرف حكيمي والنيل ديالو في لهاد الكره الذهبيه الغاليه اللي كنتمناها تكون لواحد اللاعب مغربي ان شاء الله، بعد يعني للاسف استبعاد ياسين بونو. كذلك كنتمناو ان شاء الله ان لاعبين اخرين والمدرب وليد الركراكي كاحسن مدرب و بزاف يعني ان شاء الله تكونوا ديال الالقاب لصالح المغرب ان شاء الله في هذا الحفل الكروي الافريقي. اذا كنتمنى ان شاء الله انا درت هذه الحلقه موجزه جدا، ما بغيتش ندخل في عده تفاصيل لان كنت نقولوا يعني يبقى فينا الحال بزاف شخصيا، بزاف يعني ديال الناس المتتبعين اللي كنا حنا كنرشحوا ياسين بونو يعني 100% انا غادي ياخذ هذا، فانما كنتفاجئوا بهذا يعني بهذا الاستبعاد للاسف الشديد وهذا الاقصاء. اذا كنتمنى ان شاء الله الى وفقتنا الراي ان شاء الله ديروا لي لايك وكذلك شي كومونتير وبارطاجيو معايا يعني واش نتوما كذلك عندكم نفس الرد اللي بحالي، انني يعني كنت كنتمنى ان ياسين بونو يعني هو اللي يفوز بالكره الذهبيه او لا. لا على كل حال شكرا لكم، وكنتمنى ديروا لنا لايك وتتبعوني في القناه. الى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.